سفير محمد صفوت، اهلا بحضرتك. سيادة السفير اهلا بيك، ايوه، اهلا وسهلا. منورنا يا فندم. ازاي حضرتك الله يخليك، شكرا جزيلا. النهارده؟ بعثة الزمالك المواجهة لساجرادا وصلت، فحابين نطمن على كيف تسير الامور قبل المواجهة. هو الفريق لسه واصل، انا حاليا في طريقي للبيت بعد ما استقبلناهم في المطار. الرحلة كانت موفقة الحمد لله وميسرة، وصلوا كلهم بالسلامة وتمت الإجراءات في المطار بدون أي مشاكل، وركبوا الأتوبيسات وتوجهوا للفندق بتاعهم. زمانهم وصل دلوقتي وبيتم تسكينهم. الأجواء عاملة إزاي؟ الجماهير أخبارهم إيه؟ الاهتمام بالمباراة، ملعب المباراة نفسه، يعني لو ممكن تطمننا سيادة السفير. هو النادي ساجرادا نفسه مش من دواندا، حضرتك أكيد عارف إنه من محافظة تانية بعيدة. كان المفروض ان الماتش يتلعب على الملعب بتاعهم، أيوه. ولكنه لم يعني يجتاز الاختبارات الفنية من الاتحاد الافريقي، وبالتالي نقلت المباراة الى استاد 11 نوفمبر في لواندا. استاد طبعا كبير ومجهز فنيا بشكل مناسب، ولكنه بعيد عن قاعدة ساجرادا وجماهيرها. نعم. ساجرادا نفسهم يعني يعتبروا بيلعبوا خارج ملعبهم هم كمان. نعم. ساجرادا فريق ما هواش الاعلى في انجولا، ولكنه فريق حقق نتائج طيبه مؤخرا. مظبوط. والكوره في انجولا احنا عارفين انها كوره مستواها عالي واللي فيها اسامي نعرفها كلها في مصر، وبالتالي اعتقد ان المباراه هتكون تنافسيه، ونتمنى التوفيق للزمالك باذن الله. الجالية المصرية أخبارها إيه؟ وهل ممكن يبقى في حضور؟ الجالية المصرية طبعا عددها محدود في أنجولا، أنجولا دولة بعيدة، ولكن بيظهروا في المناسبات الوطنية دي. أيوه. لقينا يعني في المباراة الأخيرة للمنتخب اللي تمت من كام أسبوع مع أنجولا كان عندنا عدد مشجعين كبير جدا، أتمنى نلاقيهم برضو في مباراة الزمالك إن شاء الله. الزمالك برضه هيبقى عنده رحلة تانية إلى أنجولا مع بيترو أتلتيكو الأنجولي، فالفترة اللي جاية هيكون في يعني استضافات كتيرة، فربنا يوفقك ويعينك يعني. طبعا هو من المفارقات بتاعت المجموعه بتاعتنا ان فيها فريقين انجوليين، بيترو مظبوط. وساجرادا. نعم. يبقى عندنا اربع مباريات، اثنين هيتلعبوا في مصر ان شاء الله، واثنين في انجولا بتاعت يوم 19 دي اولهم ان شاء الله. واعتقد انها هتكون الاسهل. مباراه العوده بتاعت بيترو هتكون كمان شهر، ايوه. لم نكن مخطئا في المواعيد، وهي دي اللي لازم يعني نحرص منها اكثر، يعني ناخد بالنا منها. بسبب قوة المنافس يعني؟ نعم. بسبب قوة المنافس؟ طبعا فريق بيترو طبعا يعني من الفرق المعروفه في انجولا، ومن مظبوط. الفرق القويه، ومن الفرق ذات الشعبيه، واللي مستواها عالي. ايوه. واعتقد ان احنا شفنا ده في مباراتهم الاخيره في القاهره مع الزمالك برضو، اللي انتهت بالتعادل 2-2. بشكرك جدا سيادة السفير، وموفق بإذن الله. نورتنا سيادة